هلو رودي، اليوم معنا نص متقدم باللغة مستواه بيز فاي، وهو بيحكي عن الأطفال ومشاهدة التلفزيون. طبعا رح نحكي عن موضوع عن الجانب السلبي فيه. أكيد نحن لازم على طول نشوف نصوص متقدمة بالمستوى، ما يضل مستوانا محدود. نبلش بالنص سوا. فين زين gehört zu unserem heutigen Leben dazu und viele Mamis sitzen auch ihre Kleinsten schon vor dem Bildschirm, um sie zu unterhalten, wenn sie selbst keine Zeit dazu haben. Für Kinder ist der Kontakt zu anderen Menschen und das gemeinsame Spiel das Wichtigste. Fakt ist, dass Kinder früher oder später beginnen, sich für Medien zu interessieren. Fernsehen gehört zu unserem heutigen Leben dazu und viele Mamis setzen auch ihre Kleinsten schon vor den Bildschirm, um sie zu unterhalten, wenn sie selbst keine Zeit dazu haben. Für Kinder ist der Kontakt zu anderen Menschen und das gemeinsame Spiel das Wichtigste. Fakt ist, dass Kinder früher oder später beginnen, sich für Medien zu interessieren. وهلا خلينا نحكي عن النص. مثل ما قلت هذا النص مستواه متقدم إلى حد ما باللغة، وهو عم نحكي عن الأطفال الصغار، وإذا ما سمح لهم يحضروا تلفزيون بعمر صغير أقل من عمر 3 سنين. أول شيء فيرنزين جيهورس أونزرم هويتيجن ليبن، التلفزيون هو ينتمي إلى حياتنا اليومية. داتسو und viele Mamis، ماميز طبعا بدل ما نقول موتر نقول ماميز، نفس الشيء نفس المعنى. زيتسن auch ihre Kleinsten، Kleinsten طبعا مقصود فيها أولادهم الصغار، انه بيقعدوا أولادهم الصغار قدام الشاشة يعني قدام التلفزيون. um sie zu unterhalten، مشان يسلون، wenn sie selbst keine Zeit dazu haben، عندما لا يملكون متسع من الوقت لذلك. selbst طبعا راجع على الأمهات، إنه هني نفسهم ما عندهم وقت، keine Zeit، ما عندهم وقت لهذا الأمر. وunterhalten باللون الأحمر هي بتجي هون التسلي، كمان بتجي unterhalten معنى تاني الحديث. وأكيد أول كلمة إلنا Fernsehen هو مشاهدة التلفزيون. gehört zu، zu هذا حرف الجر، zu عطوه بيجي مع gehört، ينتمي إلى. heutigen Leben نحفظها هذه، انه ايامنا الحاليه او ايامنا اليوميه. ماميز مثل ما قلنا هي الامهات. في كيندر ist der Kontakt zu anderen Menschen، بالنسبه للاطفال التواصل مع الناس الاخرين. Menschen طبعا بيجي الناس، وهي المعنى الاكثر استخداما للبشر طبعا بالعاده، بس نحكي عن العالم بنقول Leute، اما هون عم نقول Menschen. هون طبعا نص أكثر أدبي أكثر ما أنه عم نحكي مع حدا بالطريق نحن. und das gemeinsame Spiel، والألعاب المشتركة طبعا، Spiel هي لعبة، gemeinsam هي مشتركة، das Wichtigste هو الأهم. fact، fact هي حقيقة أو واقع، نفس الإنجليزي نفس اللفظ. ist das Kinder früher oder später beginnen sich für Medien zu interessieren، والحقيقة أن الأطفال عاجلًا أم آجلًا سيبدأون اهتمام بالإعلام. مثل ما أن فاكت هي حقيقة أو واقع، داس أن الكيندر الأولاد، فخوة أو دشبيتر، فخوة سابقًا وشبيتر لاحقًا، بيجنن يبدأون، زيش فير ميديان طبعًا ميديا هو مقصود فيها الإعلام، وطبعًا هون عم نحكي بالتحديد عن التلفزيون، وانترسيرن طبعًا يهتم بي. هذا هو أول جزء. ننتقل على الجزء الثاني. Den Kontakt können die Eltern nicht komplett verbieten. Schließlich sind Fernsehen und Computer fest in unserer modernen Welt verankert. Aber das was, ab wann und wie viel können und müssen die Eltern bestimmen. Klare Grenzen und Regeln erleichtern den Umgang mit diesen Medien. Den Kontakt können die Eltern nicht komplett verbieten. Schließlich
زين فير زين اون كمبيوتر فيست ان اونزر مودرنن فيلت فير انكرت ابا داس واس ا وان اون في فيل كونن اون موسن دي التن بيشتمن كلارا غرينسن اون ريجلن erleichtern den Umgang mit diesen Medien. خلينا نشوف هلا النص هذا. Den Kontakt. Kontakt طبعا هو التواصل أو الاحتكاك. كلمة Kontakt تواصل أو احتكاك. Können معروف الفعل die Eltern الأهل. Komplett ما فيهم بشكل كامل verbieten يمنعوه. تواصل مع التلفزيون. ما فيهم الأهل بمنعوه بشكل كامل. هون طبعا التلفزيون هو بما معناه أنه مع التلفزيون ما مكتوب كلمة تلفزيون بس ما نحكي طبعا عن التواصل مع الميديا بشكل عام أو التلفزيون. شليسلش بالنهاية زند فيرنزين اون كمبيوتر فيرنزين مشاهد التلفزيون والكمبيوتر فيست ان اونزر مودرنن فيلت فير انكرت هني راسخين فيست ان انزل مودرنن فيلت عالمنا المعاصر او الحالي او مودرن نفس مرات كتير عالم تستخدمها بالعربي فير انكرت هي راسخ او مثبت طبعا وهوني طبعا معنا فير انكرت جاي من فعل فير انكرن وهوني طبعا هي مأخوذة من السفينة والراسي تبعت السفينة او المرسات تبعت السفينة ابا داس فاس Ab wann und wie viel? ولكن على الأهل تحديد ماذا ومتى والكمية طبعا ماذا was ab wann ابتداء من أي عمر نحكي على الأولاد und wie viel والكمية können und müssen يستطيعون ولازم die Eltern ولازم الأهل هن يحددوا هالشيء بيشتمن هن يحددوا هالشيء كلمة بيشتمن كلارا واضحة حدود واضحة grenzen und Regeln وقوانين erleichtern den Umgang erleichtern طبعا تسهل وumgang التعامل mit diesen Medien مع وسائل التواصل أو وسائل الإعلام هذه طبعا بنحكي شو عن تلفزيون وعن الكمبيوتر إذا مثل ما عم نشوفوا النص بس واحد يترجمه ويفصله هيك بصير جدا سهل بنكفي على المقطع الأخير Bis zu einem Alter von 3 Jahren gibt es für Kinder Spannenderes zu entdecken als den Fernseher. Er sollte tabu sein. Wenn dein Kind vor dem Fernseher sitzt, kann es nicht mit dir sprechen. Die Eltern-Kind-Kommunikation leidet sehr darunter. Bis zu einem Alter von 3 Jahren gibt es für Kinder Spannenderes zu entdecken als den Fernseher. Er sollte tabu sein. Wenn dein Kind vor dem Fernseher sitzt, kann es nicht mit dir sprechen. Die Eltern-Kind-Kommunikation leidet sehr darunter. Also, wir schauen die Übersetzung. Bis zu einem Alter von 3 Jahren, حتى عمر 3 سنوات. Gibt es für Kinder, يوجد للأطفال Spannenderes zu entdecken als den Fernseher. يوجد أمور أكثر مثيرة للاهتمام من التلفزيون. طبعا Spannenderes هي مثيرة للاهتمام zu entdecken ليكتشفها als den Fernseher أكثر من التلفاز. Er sollte tabu sein. Tabu كلمة tabu هي من المحرمات أو من الممنوعات. كلمة tabu هي نفسها كمان مستخدمة بالإنجليزي. Wenn dein Kind vor dem Fernseher sitzt. عندما يجلس ولدك أمام التلفاز. Kann es nicht mit dir sprechen. لا يمكنه التحدث معك. طبعا بيكون كل الاهتمام هو بالتلفزيون وشو عم يصير فيه. خاصة ملاحظة الشغل مع الأولاد الصغار مثل ما قلنا تحت العمر 3 سنين دي إلتن كين كوميونيكاسيون التواصل أو العلاقة التواصل بين الأهل والطفل لايدت زيادة غنتان تعاني جدا تحت هذا الأمر أو تعاني كثيرا من هذا الأمر طبعا لايدت بيجي مع أنت فعل لايدن بيجي مع حرف الجر أنت إذن هذا هو النص بشكل عام وهو مدى مستواه
مو كتير صعب إلى حد ما بين البيانز بيز فاي أو أكتر بيز فاي. ما بعرف إذا هيك شغلات بتنال إعجابكم، مستوياتكم أكثر صعوبة مشان الواحد طبعا يحسن لغته بشكل أفضل وأسرع ويتعرف على كلمات جديدة. إذا عجبكم الفيديو أكيد ما تنسوا تكتبوا لي تحت بالتعليق. موفقين بدرسكم وبشوفكم بالفيديو القادم. تشاو.